أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء قافلة شاملة لأهالي حلايب وشلاتين ضمن مبادرة أنت الحياة لمدة 3 أيام تشمل العديد من الأنشطة. وأكدت المؤسسة أن القافلة في مدينة شلاتين وتشمل صرف الأدوية مجانا بالإضافة لأنشطة توعوية ومجتمعية ثقافية ورياضية. كما تستقبل القافلة حالات الغارمين لدراستها والحالات الإنسانية للتدخل الفوري والمساعدة، بالإضافة إلى توفير فرص توظيفية وورش عمل حرفية للسيدات.